بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جمال دغيج، شقيق عماد دغيج، اللي تم إيقافه يوم السبت بمنطقة كرتاج، وتم إدماج اسمه في المحضر هذايا عنوة للتخلص منه، كون عماد دغيج صاحب مبدأ وصاحب نضال وساهم بشكل كبير في الثورة في الكرم الغربي. الثورة اللي صارت في الكرم الغربي بالذات تعتبر في إطار الثورة التونسية الضربة القاضية للرئيس المخلوع، بتصريح وبشهادة علي السرياطي نفسه وابن علي السرياطي في قناة نسمة، يصرح كونه الكرم هي اللي كانت السبب الرئيسي والسبب المباشر في هروب زين العابدين بن علي. في هذا الإطار الأمن نرى كونه السيد هذا يمثل خطر كبير ياسر في المنطقة ويجب التخلص منه بطريقة ما، فشاف كونه إدماجه في المحضر هذايا اللي على أساسه تم إيقافه فرصة للتخلص من عماد دغيج. المحضر هذا الوقائع بتاعه على شنو تنص؟ تنص كون المركز تم حرقه يوم 15 جانفي، في الحقيقة المركز تم إحراقه يوم 14 جانفي. وفي ساعة إحراق المركز عماد دغيج كنا وكان معنا هو في الجنازة تاع الشهداء تحديدا بين الساعة منتصف النهار والساعة الواحدة. حينها تم إحراق المركز تاع الكرم الغربي بعد إخلاؤه من أعوان الأمن، وبالتالي المحضر هذا اللي صار فيه محضر مبني على باطل، عندما ينص كون المركز هذا تم إحراقه نهار 15، وهذا يعتبر حسب رأيي التفاف على الثورة وبرنامج مدبر من قبل البوليس السياسي اللي يعتبر كونه معناها تم معناها حله، وفي الحقيقة ما تمش حله، موجودين البوليس السياسي البرنامج هذا ينص على أن الثوار اللي ساهموا في الثورة التونسية يجب التخلص منهم بطريقة ما. في حين الفترة هذه شنو اللي صار؟ تم تصريح عبد الحليم الزواري، وتم إخلاء سبيل بشير التكاري، سيد العقربي غادر تونس، والداخلية تقول كونه السيد العقربي ما عنده حتى تتبع قضائي. سيد العقربي ومعاملته ومسنددتها ليلى بن علي وتقربها من القصر الرئاسي واللي تلعبها بأموال جمعية أمهات تونس، إضافة كون زهير المظفر تم ترفيع التجميد الأموال بتاعه. في نفس الوقت يتم إيقاف الثوار في الكرم، في سيدي بوزيد، في جبل الجلود وبالتبالي. بالتالي هذا برنامج منظم من قبل وزارة الداخلية تحت إشراف السيد حبيب السيد. حبيب السيد اللي اليوم لحد الآن ما سمعناش صرح ولا كلمة، يخدم في الخفاء الرجل هذا برنامج واضح زاد من قبل الحكومة المؤقتة. الباجي قاضي السبسي اللي معناه يدعي كونه باش يحمي الثورة هذه، الباجي قاضي السبسي بالعكس هو اللي قاعد يلتف على الثورة، هو اللي أعطى أوامره للسيد حبيب السيد باش الناس هذه يتم إيقافها. كل من ساهم في الثورة وكل من ساهم في هروب زين العابدين بن علي يجب أن تتم محاسبته، والمحاسبة بدأت، وبالتالي لا بد من الشعب التونسي باش يوقف، لأن الثورة التونسية في منعرج خطير في الفترة هذه. الشعب التونسي يلزم يقف من جديد، ويلزم الثورة التونسية تستمر بقوة وردع البوليس السياسي وردع وزير الداخلية وردع الحكومة المؤقتة. حبيت نقول كلمة زادة للسيد عماد بن عاشور هو رئيس هيئة حماية حماية أهداف الثورة. أهداف الثورة مش تحمي أهداف الثورة، لازم تحمي الثوار أولا. حماية أهداف الثورة هي من حماية الثوار. إذا كان اليوم الثوار يتم إدخالهم في السجون ويتحاسبوا على الأفعال بتاعهم ويتحاسبوا على نضالهم ووقوفهم ضد الطاغية، على أي مبدأ، على أي أهداف يحكي على عياض بن عاشور؟ وشو الأهداف اللي مش يحميها عياض بن عاشور؟ وبالتالي حتى هيئة حماية الثورة اليوم يظل معناها داخلة في البرنامج هذايا وداخلة في التخطيط هذايا. ولهنا راهو مطلوب من الشعب التونسي من شماله وجنوبه أن يقف من جديد وأن يثور من جديد بطريقة سلمية بطريقة حضارية حتى يتم إيقاف هالبرنامج هذايا والمخطط هذايا الخطير. وشكرا.